مسمار آخر دق في نعش العلاقة بين الإخوان المسلمين والسلفيين في مصر، أكبر جناحين في التيار الإسلامي. إيران هذه المرة كانت من دق المسمار، حيث استفزت العلاقة الجديدة التي نشأت بين الرئيس محمد مرسي منذ توليه الحكم والجمهورية الإيرانية، استفزت التيار السلفي. علاقة افتتحها الرئيس مرسي بزيارة إلى طهران في أغسطس من العام الماضي لحضور قمة عدم الانحياز، وهو الأمر الذي اعتبرته قيادات في التيار السلفي خيانة. الزيارة بادلها الرئيس الإيراني بزيارة إلى مصر، هي الأولى منذ الثورة الإيرانية عام 1979 قام بها الشهر الماضي، زيارة لاقت معارضة من التيار السلفي الذي اعتبر أن الانفتاح على إيران تحد لمشيخة الأزهر التي تخوفت على لسان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من المد الشيعي في دول أهل السنة على حد قوله. حتى إن زيارة أحمد نجاد للقاهرة أثارت موجة من الاحتجاجات وصلت إلى حد رشق الرئيس الإيراني بالأحذية. الغضب من تطبيع العلاقة بين الإخوان وإيران أججته في الآونة الأخيرة زيارة وزير السياحة المصري إلى طهران، التي أثمرت اتفاقية للتعاون في مجال السياحة تسمح للمصريين بدخول إيران بدون تأشيرة، وهي الخطوة التي فجرت حنقا سلفيا تمثل أولا بتصريحات لنائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية الدكتور ياسر برهامي في مداخلة هاتفية على قناة نور الحكمة، أكد فيها أن تطبيع العلاقة مع إيران هو أحد أسباب الخلاف بين الدعوة السلفية والإخوان. تلاها تنسيق من التيار السلفي مع عدد من الحركات الإسلامية لتنظيم مليونية ضد الإخوان المسلمين وضد ما اعتبروه المد الشيعي داخل مصر بحسب صحيفة المصري اليوم، وذلك بعد اعتبار حزب النور العلاقة مع إيران أمرا يخالف البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي. توتر بين الإخوان المسلمين والسلفيين يبدو أنه وصل إلى أوجه، مع احتمال أن تكون إيران الضربة القاضية لتحالف إسلامي عرف منذ تأسيسه بأنه الأقوى في مصر. لارا نبهان، العربية.